أعلنت وزارة النفط العراقية إيقاف تصدير النفط عبر إقليم كردستان بشكل نهائي وإبقاء التصدير عبر موانئ البصرة جنوبية العراق، وهدد 72 نائبا عن المحافظات الجنوبية بتصدير النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية لعدم التزام الحكومة المركزية بدفع موازنة المحافظات المصدرة للنفط. استمر إقليم كردستان في توقفه منذ عدة أشهر عن إمداد وزارة النفط بأي نفط خام من حقول كركوك والإقليم الكردي، وهو بذلك لم يلتزم بالاتفاق النفطي مع بغداد بتصدير 550 ألف برميل يوميا من نفطه، لتعلن وزارة النفط ردها بالمثل وتعلن عن قطع تصدير النفط عبر كردستان. هذا القرار يعكس حجم الخلاف الكبير بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، وهي رسالة للإقليم بل وحتى لتركيا بوجود طريق لتصدير النفط. يأتي هذا فيما تواصل البصرة تصدير أكثر من 3 ملايين برميل نفط يوميا دون أن يكون لها أي تفضيل عن باقي المحافظات العراقية، وهو ما دفع 72 نائبا من التحالف الوطني إلى تهديد الحكومة علنا بتصدير النفط لصالح حكومة البصرة المحلية ما لم يتم مساواتها بامتيازات إقليم كردستان. للمزيد انضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي عباس الغالبي. سيد عباس، يعني عقب القرار الحكومي الأخير، ما هي التداعيات الاقتصادية المحتملة على كلا الطرفين، الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان العراق؟ نعم، يعني أهلا بكم ومشاهدي قناتكم الكريمة. يعني عادة ما تكون الاتفاقات النفطية بين المركز وإقليم كردستان العراق عادة ما تكون اتفاقات هشة واتفاقات تتعرض للمد والجزر في كثير من حالاتها بسبب التداعيات السياسية التي عادة ما تلقي ظلالها على هذه الاتفاقات. ولذلك فإن الاتفاق الأخير بين المركز والإقليم هو اتفاق هش تعرض لكثير من حالات الشد والجذب، ويقينا أن هذا القرار قرار وزارة النفط الاتحادية بإيقاف التصدير عن طريق منفذ جيهان التركي عن طريق من كردستان له تداعيات كبيرة على المستوى السياسي، ذلك أن الاقتصاد العراقي مثل ما يعرف الجميع هو اقتصاد ريعي يعتمد ما نسبته أكثر من 90% على الصادرات النفطية، وهذه الصادرات النفطية هي وكذلك يعني من اللافت للنظر أن أسعار النفط العالمية تعرض لانخفاض كبير، وهذا الانخفاض أثر كبيرا وخلق أزمة مالية الآن تحيق بالعراق وكثير من القطاعات الاقتصادية هي ما هي التداعيات المباشرة لقرار من هذا النوع، قطع العلاقات المباشرة بين الطرفين؟ يعني التداعيات هي تداعيات سياسية أكثر ما هي تداعيات اقتصادية. يعني مثل ما قلت أن هذه الاتفاقات الهشة والاتفاقات التي كثيرا ما يغلفها البعد السياسي أكثر من الاتفاق الفني سوف تكون ماثلة في يعني إقرار الموازنة أولا. يعني مثل ما نعرف أن موازنة عام 2016 الآن تدور في أروقة مجلس النواب العراقي، وهنالك كثير من القوى السياسية الكردية وكذلك القوى السياسية الأخرى في العراق هي التي عادة ما تتفق وتمرر الموازنات السابقة على الصفقة السياسية. يعني ولذلك يعني سوف تؤثر كثيرا كبيرا على هذه الموازنة. من بغداد الخبير الاقتصادي عباس الغالبي، شكرا جزيلا.